لهنا الاخوان غادي نوصلوا للنهايه ديال التجهيز، يعني التجهيز صافي سالينا منه، دابا غتجيو مرحله التزوج ووضع الاعشاش و... بون خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والتورات ديالكم في صحة جيدة، الحيوانات اللي تربوا في صحة جيدة. اليوم غادي نجيبو التتمة ديال هذاك الفيديو اللي كان من قبل. قديت العش واختاريت هاد الذكر مع هاد النتيوة، اختاريت هاد الذكر مع هاد النتيوة هادي، غادي نخدم معاهم باش يخدمو معايا قبل من هادو. هادشي اللي كاين باش انكم تشوفوا يعني ديك الطريقه اللي قدمت لكم في التجهيز واش خدامه ولا ما خدامهش. وتحياتي لكم الاخوان، وبقوا معنا نكملوا التجهيزات. ما كاين طلي صور هاكا كيف ما تجاوب معنا باش نكبر اليوم نبقى خارجي نبدا اليوم باش خارجي نشوف كل مره المساحه شويه اللي داخل فهمتي باش نوصل اللي بغيت ندورو بها بحال هكا ماشي نبداها بسيطه ماشي كيما الاخوان تحيدي غادي نديرو هنايا ولا غادي نبطلو؟ ها هو الاخوان، اللهم بارك، نسأل الله التوفيق والثبات. هادو كام؟ هادو بزوج راه باهم. هاد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة باهم هو هذا، اللهم بارك. وجميع الناس اللي تياخدو من عندنا طويرات راه تيشكروني عليهم و تيكونو بصحة جيدة، وأنا ما تنغليش. هادشي اللي كان عندك الفلوس غادي تاخد، ما كانش عندك الفلوس غادي تاخد. لهنا الإخوان غادي نوصلو للنهاية ديال التجهيز، يعني التجهيز صافي سالينا منه، دابا غتجيو مرحلة التزوج ووضع الأعشاش ويعني سلسلة ديال التجهيز سالينا منها. يعني غتبدا مرحلة وحدة أخرى، يعني من التزوج حتى وضع البيض. هادشي اللي كان الاخوان، واش نتقاسمو معاكم تاني